وفي بلادنا إثيوبيا يحتفل الملايين من المسلمين الإثيوبيين بمولد نبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم صلوات عليه وتقديم أناشيد روحية تكريما واحتراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يميز الاحتفال بمولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم هو استعدادات تجري قبل الحفلة الرئيسية في مختلف الأقاليم في البلاد. مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم في إثيوبيا هو عطلة رسمية للاحتفال به. في يوم الاحتفال يرتدي الناس الملابس جديدة للمشاركة في هذا اليوم. تبدأ الاحتفالات بمولد النبي الشريف في الصباح في المساجد بالصلاة على النبي والأناشيد الروحية والمنزومة، أي قصيدة مدحية للرسول صلى الله عليه وسلم. تخصص فترة ما بعد الظهيرة للتجمعات العائلية وزيارات أفراد الأسرة أو الأقارب. ويعتقد أن الاحتفال بميلاد النبي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم فرصة لفهم والنشر رسالة المحمدية إلى الأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. وكذلك الاحتفال بمولد النبوي فرصة تتجلى فيها الأخلاق المحمدية وصفاته والأعمال الصالحة والمحبة والرحمة والعفو وسماحته. ولكل منطقة في إثيوبيا عاداتها وتقاليدها في الاحتفال بمولد النبي، من إحياء الليالي بالأناشيد والمدائح وتلاوة القرآن الكريم. عيد الأمم الله صلى أردنا في هذا البرنامج أن ننقل إليكم حفل الاستقبال الذي نظمته جمعية الشباب مسلمي أديس أبابا بالعاصمة إثيوبيا، احتفالا بمناسبة استقبال ذكرى مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم في ساحة غولف في يوم الثالث شهر ربيع الأول، بحضور ممثلين من المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وعدد من أعضاء المشايخ والعلماء المسلمين. كما شهد الاحتفال إلقاء أناشيد دينية ومدائح نبوية تعرف في إثيوبيا بمنزومة، إلى جانب إلقاء كلمات الافتتاحية. وحضر مئات الآلاف مسلمين من كل طبقات المجتمع من أديس أبابا وخارج أديس أبابا، وحضر أيضا كبار العلماء والأئمة. وبدأ الحفل استقبالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الافتتاحية ألقاها رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في إثيوبيا مفتي الحاج عمر إدريس. سيدتي وساداتي وكبار العلماء والأئمة المسلمين والشباب المسلمين، إخوتي وأخواتي، أهنئ جميع المسلمين بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله أن يعيد هذا اليوم علينا كل سنة وأنتم بخير. وأضاف مفتي الحاج عمر إدريس أثناء خطابه حول الاحتفال: من أعز النبي هو الله، من جعل النبي محبوبا لدى الإنسان هو الله، ومن جعل النبي يذكر على لسان المسلمين على مدى الزمان هو الله، وهو الله أيضا من جعل النبي يمدح ويذكر لدى الناس رغم الاختلاف. الله أحب واختار النبي صلى الله عليه وسلم وجعله محبوبا لدى البشر وأعطاه منصبا عاليا في الدنيا والآخرة. ومن واجبات المسلمين أن يكون لديهم أكبر محبة واحترام له ليقتربوا إلى الله. وقال مفتي حاج عمر إدريس بأن الاحتفال بمناسبة مولد النبي الشريف كانت تمارس لدى بعض الصحابة، وذكر أن بعض الصحابة تمنوا في الإنفاق المالي بمناسبة مولد النبوي الشريف، ومنهم سيد أبو بكر وعمر ابن حجر. إنفاق المال وبذل الجهود بهذا المناسبة لا تقارن مع الأقوال الصحابة الكرام في جعل أرواحهم فدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حد قوله.
وأشار آخرا بأن المسلمين اليوم بحاجة إلى الوحدة أكثر من ذي قبل، ويجب أن يكون هذا اليوم يوم التسامح والذكر والعودة إلى الله، داعيا إلى دعم المحتاجين والمساكين من المسلمين وغيرهم. وبعد فترة عبر سعادة السفير لدى العراق والكويت حسن تاجو فرحته وشعوره المتميز بتواجده في الاحتفال بعد فترة طويلة بمناسبة مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، وتمنى للجميع بأن يكون مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم في البلاد يوم سلام ومحبة. في الأخير دعا الله بأن يتمسك المسلمون بقدوته صلى الله عليه وسلم بعيدا عن العراق، وأن يعم بلادنا السلام والمحبة والوحدة والنجاح. تحدث عبد الرزاق ناصر مسؤول تنفيذي لدى جمعية الشباب مسلمي أديس أبابا عن الحاد في الحفلات الاستقبالية التي تقام سنويا في أديس أبابا، عبر بأن الحفل الاستقبال بمناسبة قدوم ذكرى مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم له دور كبير في تعليم مجتمع الإسلام عن الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين. نحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف لهذه السنة في ظل أجواء مختلفة بسبب الأوضاع الحالية من فيروس كورونا وعدم الاستقرار في شمال إثيوبيا الذي سبب في تزايد عدد النازحين. الاحتفال كهذه تهدف إلى جمع تبرعات لمساعدة النازحين والمساكين. وتحدث السفير إن مثل هذه الفعاليات لها دور في مساعدة الفقراء والمحتاجين ومشاركة في بناء الوطن مع الحكومة، وكذلك لها منفعة كثيرة أكبر كفائدة الدينية. وثالثا إيقاظ همامهم ليلعبوا دورا فعالا في وطني في مجتمعي ليعونوا ليغوصوا أو ليعونوا الفقراء والمحتاجين ويتشاركوا في بناء الوطن مع الحكومة. الفعاليات كهذا فائدتها كثيرة جدا أكبر من فائدة الدينية. السفير حسن تاجو يقول بأن الاحتفال بمولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم له تاريخ طويل بمجتمع شعب الإثيوبي لمئات سنوات. الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم له تاريخ طويل في المجتمع الحبشي لمئات السنوات، وخاصة منذ 200 سنة. عبر بعض الشبان تحدثنا معهم بأن الحفل بمناسبة مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم هو يوم يعظم فيه شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعاليات الاحتفال لدى الشباب والشابات تتعلق بمدحه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي بلغنا لهذا اليوم المبارك المشرف التي يعلى ويشرف بها اسم وذكر وشأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي كانت حياته مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحكمة والسياسة والحب والرحمة. وأيضا يذكر فيها أقوى قدر علمائنا علماء بلادنا التي لم تذكر منذ وقت كثير، يعلو ويرتفع أسماؤنا وأسماء كل أحبائنا. الأناشيد تستخدم لتثبيت التوجيهات التربوية التي تدعو إلى الفضائل في التعامل مع الآخرين، وجعل تصرفات اللائقة عادة راسخة يقوم بها الفرد بصورة تلقائية الإسلامية، ويغرس هذه الأناشيد والمنظومات الإسلامية والأناشيد الإسلامية حب الرسول صلى الله عليه وسلم. الفعاليات كهذا منذ طفولتي كنت أتابع وأشارك مثل هذه الفعاليات، وإذا شاركت اليوم أتذكر أيام طفولتي التي كنا مع المشايخ الكبار نحتفل وننشد معا ونسمع موعظتهم
ودرسهم الإسلامي. وذكروا الشبان بأن مولد النبي الشريف مصدر فرح وسرور لا تعبر بالكلمات. والله شعوري كتير، أنا كتير فرحانة، ما عندي لغة تعبير، ما عندي كلام تعبير فرحي. اللهم صل على محمد مكرم عليك السلام، اللهم صل على محمد مكرم عليك السلام. يا شهر موسوما بربيع الأول، فاق كل شهر شرفك الأجل، أفرحت قلوبا لأبناء العذل، جئتنا بالحنى وبلوغ الأمل، ذلد فيك نبينا الأكمل، فلك علينا عهد وزمام مكرم عليك السلام. لما قد انتهت مدة حمله، بان لأمه كمال فضله، عرفت أنه عديم مثله، فجميع الرسل غدا في ظله، حتى روح الله وموسى الكليم مكرم عليك السلام. ولما قرب ظهوره الأصنى، تنادى العالم سرا وعلنا، ولد المصطفى أبشروا بالهنا، تراقصت حور في غرف الجنة، يوم مولده عليه السلام مكرم عليك السلام. ومن فعاليات المتميزة بمناسبة مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم هي قصيدة منظمة تنشد بنغم الحساسة تسمى المنزومة في اللغة المحلية، ووددنا أن ننقل للمتابعين شيء عن دور المنزومة في حياة المسلمين الإثيوبيين التي لا مثيل لها من الفنون الأدبية. منزومة لحضارات بتلي لإثيوبيا لحبشة أسلمنا. منزومة لها دور كبير في تنظيم حياة مسلمي الحبشة عبر العصور، لأن علماء الحبشة والمشايخ كانوا يعلمون المسلمين عن الإسلام والتوحيد والسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق المنظومة. المنظومة تعتبر فنا من الفنون الذي لعب دورا كبيرا في التعليم الإسلامي لمسلمي الحبشة. عند أرض ويمن يتباب زرفنا. الفن بطبيعته يغرس الحب ويكلم الشعور، مثلا الدراسة الإسلامية، العلم وكذا، يكلم العقل ويناقش مع العقل، يناقش الأفكار. ولكن الفن يدخل إلى القلب ويكلم الشعور، وأكبر نفع للفن هو جعله لتحس أو غرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الدين صلى الله الدين الإسلامي. هذا أكبر فائدتي للفن. ومع ذلك يتعلم الناس تاريخه من الأناشيد، وتاريخ ليس تاريخ الإسلام فقط، ولكن تاريخ بلده كذلك، وتاريخ بلده ومشايخه ومجده، يتعلم هذا من أناشيد الإسلام. ويوجد في المنظومة أبيات الشعر وصلوات على النبي، وينشد العلماء المسلمين في إثيوبيا بطريقة مختلفة عن سائر البلاد المسلمين. وأخيرا أوصلوا رسالتهم التهنئة لجميع المسلمين، لكل المسلمين والمسلمات، خصوصا لعلماء بلادنا وأهلي وأحبائي، هنيئا لكم لهذا اليوم المبارك الشريف. الله سبحانه وتعالى أرسل رسولنا رحمة للعالمين، المسلمون كلهم يجب أن يتراحموا فيما بينهم ويرحموا ويكونوا رحمين لكل البشر. كما تعرفون في بلادنا مشاكل كثيرة وهناك محتاجون، الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا يعزب أرواح إذا زالت، رازوا نور المكتم، صلى الله على محمد.